حلقه النهارده سهله جدا وبسيطه، ما فيهاش اي حاجه صعبه ولا فيها حاجه مكلفه، يعني نص نص، بس هتديكي في الاخر نتيجه حلوه جدا. صنف ينفع للعزايم، ينفع لاي مناسبه عندك تقدري تعمليه، سعره مش غالي قوي وفي نفس الوقت بيديكي نتيجه وطعم تحفه. تعالوا نسميه بالله ونشوف هنعمل النهارده وصفتين يناسبوا الايام اللي احنا فيها والايام الجايه كمان ان شاء الله هتبقى حلوه جدا معاكم. طيب هعمل عرق رومي روست. دايما الديك الرومي بيكون سعره غالي ومش لازم اجيبه يكون عندي عزومه، لان هو حجمه كبير، فبالتالي عايزه اكل رومي، لحم رومي، بس مش عايزه اجيب ديك رومي كامل. هعمل ايه؟ هروح لاي محل او سوبر ماركت بشتري منه الفراخ واللحمه بتاعتي، هقول له عايزه عرق رومي زي اللي انتوا شايفينه. نشيل بس كده دي، زي اللي انتوا شايفينه كده، بيكون متربط بنفس الشكل وفي احجام، يعني في مثلا وزن 2 كيلو، 2 كيلو ونص، 2 كيلو 600 على حسب. يعني كل ما صغرتي في الحجم كل ما لقيتي اللحم بتاع الصدر الرومي طري جدا وغض كده وجميل، فبالتالي هيديكي نتيجه حلوه جدا. من الحاجات اللي ما بتحتاجش توابل كتير وبهارات كتير، فبالتالي هنعمله تتبيله خطيره هتديله طعم حلو قوي. كفايه رغي بقى، وهندخل على طول في المقادير، وهنعمل كمان رز اسمه رز الاعياد، بيتعمل في المناسبات، طعمه حلو قوي. طيب عرق رومي روست، معايا عرق رومي زي ما انتم شايفين كده، معايا كمان ربع كوبايه من الزبده، زبده سايحه، ممكن تستخدمي زيت او زيت زيتون، ممكن تستخدمي سمنه، بس الزبده مع طعم اللحمه بتاعت الرومي بتدي نتيجه خطيره. ربع كوبايه صويا، انا استخدمت غامق، ممكن تستخدمي وسط، مستردم، معلقه كبيره، معلقه صغيره من البابريكا، ملح وفلفل اسود. كده التتبيله اللي جاي عندي ده للتشويح على النار، اللي هو ايه؟ فصوص ثوم، روزماري او زعتر او ريحان، اي حاجه تحبيها، مجفف او فريش المتاح عندك، كيس حراري، زيت وزبده للتحمير. يبقى كده دي مقادير عرق الرومي اللي هنعمله روست. تمام، هنعمل صوص بني كمان معاه خطير وطعمه حلو قوي، هننزل يتصب كده على وش اللحمه بتاعتي او التركي بتاعي، سهل قوي. معلقه كبيره من الدقيق، معلقه كبيره من الزبده، نص كوبايه لبن، نص كوبايه كريمه، واقدر استخدم المقدار كل لبن او كله كريمه طبعا لو الميزانيه تسمح. عندي ربع كوبايه صويا، ملح وفلفل اسود. انا ممكن اخد الصوص اللي نزل عندي من تسويه العرق الروستو وابتدي ان انا اعمل بيه ميكس مع الصوص، بس انا سويته في البيت النسخه اللي انا مجهزاها، فبالتالي ما عرفتش اجي بالمرقه اللي كانت نازله، فهعمله بالصويا، طعمه برده بيبقى حلو قوي. تعالوا نشوف رز الاعياد مع بعض. معايا رز بسمتي، بصل اخضر مفروم، ودي يمكن تكه مختلفه، البصل الاخضر مع الرز جربوه بيدي نتيجه روعه. جزر مبشور، فلفل اصفر، زبيب، ورق لورا، اعشاب مشكله اللي هي مثلا ايه، روزماري، زعتر، على شويه حبهان، على شويه فصين مستكه مثلا، كل ده مطحون عندي مع بعض، عود ورقه لورا، كل الحاجات دي ميكس بطحنها وبخليها عندي. زيت، معلقه كبيره عسل اسود تديه تسكيره كده بدل ما كرمل سكر، ملح وفلفل اسود. طيب تعالوا بقى سريعا عشان عايزه ابتدي على طول في المقادير واشوف ازاي التتبيله اللي انا هعملها النهارده دي هتديني الشكل الحلو اللي الاستاذ سباعي بيفرقوا عليه. عايزه اقول لكم يعني طعمه حلو جدا جدا وسهل وبسيط، لو انت لسه سنه اولى مطبخ كده تقدري ان انت تعملي الوصفه باسهل طريقه في الدنيا. طيب سامي بالله ونشوف مقادير هنركبها ازاي على بعض. معايا الزبده اهي، وادي المستردة، ومعايا الصويا، هقلب كل الحاجات دي مع بعض. الصويا بتديني طعم حلو قوي، يعني بتديني طعم حاجه فيها يعني شوي شويه، كاني شويه، فبتدي نتيجه خطيره. هزود بس شويه من الصويا، بصوا عندي لون التتبيله خطير ازاي. لسه ما حطيتش التوابل بتاعتي، اجيب دلوقتي التوابل على طول ونبتدي نحطها. خدوا بالكم الصويا صوص بتكون مالحه، فراعوا دايما الملح، ما تجيش تزودي الملح وانت حاطه صويا فتلاقي الموضوع بقى حادق معاكي. والبصل باودر، ما بحطش ثوم ولا بحط بصل فريش، يعني بخاف ان هم يعملوا كده يتحروقوا على الوش، مش بيكونوا حلوين ابدا. وادي البابريكا، لو كمان عندك بابريكا مدخنه يعني تنقل الموضوع في حته تانيه خالص. نقلب كل الكلام ده مع بعض. تتبيله روعه، تعمليها للفراخ، تعمليها اللحمه، هتديكي نتيجة خطيرة. بصوا اهي، ممكن ازود الصويا كمان شوية، يعني حاجة بسيطة قوي. ادي اهو، بس اهو ده اللون اللي انا عايزاه، شايفين عندي تتبيلة خطيرة. طبعا طبعا يعني اي لحوم او فراخ عايزة تتبليها تبليها 10 ساعات 12 ساعة بس بدون الملح، لما تيجي تسوي حطي الملح قبليها على طول. هنعمل كده بقى
اهو هعمل بس قبل ما ابتدي هاخد هنا شويه زبده نطفي على طول بشويه زيت. بصوا بقى انا اقدر ان انا اهي اعمل كده اقدر ان انا اعمله زي ما انا عملته التتبيله البسيطه دي وبعد كده ابتدي ان انا ادخله على طول في الكيس الحراري او ان انا اديله تشويحه. وانا بصراحه من مدرسه الناس اللي بتدي تشويحه بعمل كده بالتتبيله عندي ريحتها خطيره. عايزه تعملي بالشوكه كده وتبتدي انك تحشي مثلا توم مفيش مشكله او بيكون متربط بالطريقه دي. بسم الله خطير خطير طعم وريحه مش قادره اقول لكم قد ايه حلوه وسهله وبسيطه ما فيهوش اي حاجه صعبه. باقي التتبيله دي ما انصحش ابدا ان احنا نشيلها لاي حاجه ثانيه لان الحاجات دي بتكون لمست يعني لحمه او فراخ نيه فبنقلق جدا من موضوع ان انا اشيلها. خلاص هنسمي بالله ونرجع دي كده اهي احمره. فكره التشويح عندي او ان انا بحمره من كل الاتجاهات بيخلي طعم الحاجه مشويه او بيخليها متحمره. لو انا قفلته يعني اللي انا مجهزاه عندي قبلها هو ده مجهزاه من امبارح لانه ما ينفعش ابدا يتقطع وهو سخن لازم يتقطع وهو بارد تماما. فخدوا بالكم من النقطه دي اهو زي ما انتم كده شايفين. طيب تعالوا بقى نلم حاجتنا كده عشان افضي مكان عشان نشوف الرز كمان بتاع الاعياد بتاعنا النهارده طعمه خرافه مش قادره اوصف لكم ازاي. الرز ده بيبقى حلو جدا في اي عزيمه اي عزومه عندك مدخلي الرز ده على طول فيها بيبقى مشرف جدا وطعمه مختلف. طيب تعالوا نلبس الجوانتي ونبتدي نعمل الرز واخر حاجه هعملها الصوص عشان ما يبردش معايا عشان اصبه على طول. طيب مقادير الرز عندي سهله وبسيطه تعالوا كده نمشي واحده واحده مع بعض. وعندي ده بيتحمر احمره من كل الاتجاهات. طيب عندي حله فيها شويه من الزيت ادي عندي بصل. البصل الاخضر مش قادره اقول لكم بيفرق ازاي طعم الرز يعني لو جربتيه هتحسي ان في حاجه مختلفه عن البصل العادي. في العادي احنا بنعمله البصل الاحمر او الابيض لكن البصل الاخضر مع الرز بيدي طعم حلو جدا جدا. نزلت بالبصل الاخضر مع حته مع شويه زيت وانزل كمان بالزبيب كل ده عندي هيتشوح مع بعض. تعالوا كمان نجيب الاعشاب ودي والعسل الاسود بقى يعني الموضوع خطير. ناخد شويه من الجزر شويه ملح للرز ورشه فلفل اهو. نجيب كده سباتيولا اقلب الريحه يعني مش قادره اقول لكم الريحه اللي طالعه عندي عامله ازاي تحفه الريحه حلوه جدا اهو. الحاجات دي عندي كده هتتشوح يبقى شوحت ايه زي ما انتم شايفين اهو بصل الاخضر شويه زيت ممكن ازود سنه زيت بسيطه مع الجزر مع الزبيب. طب تعالوا كده نقلب العرق الرز بتاعي كده الناحيه الثانيه نشوف الاخبار ايه. بصوا لون التحمير شايفين الجمال يجنن. انا بقى لو كنت تبلت ببصل او توم او اي حاجه من الكلام من هذا القبيل يعني كان هيبقى الطاسه بتاعتي بتتحروق. فخدوا بالكم برضو من التكه البسيطه دي. هنزل بشويه اعشاب مطحونه كده تديني طعم ويعني تنكه كده الرز وشويه من العسل الاسود. مش قادره اقول لكم يعني معلقه العسل الاسود دي ازاي بتفرق في الرز بتدي طعم خطير. كل الكلام ده عندي كده يتشوح توصف لكم الريحه يعني انتوا الريحه تخيلوا كده الموضوع ماشي ازاي. وادي الرز بتاعي رز بسمتي مغسول ومنقوع نص ساعه في ميه مغليه. طيب ايه الفكره من ان انا انقع الرز اهو زي ما انتوا شايفين نقع الرز بيخلي يستوى اسرع لا يمكن ان هو يعجن. دايما الناس بتتعقد من الرز البسمتي تقول ايه ده بيعجن يا توته ده بيكسر ده ما بيستويش. انقعيه نص ساعه في ميه سخنه مع رشه ملح وصفيه. اتعاملي معاه بعد كده كانك بتعملي رز البلدي الرز بتاعنا العادي خالص. فبالتالي انقعيه نص ساعه ميه سخنه بعد كده بصفيه وانزل بيه على باقي المكونات اللي عندنا في الطاسه اللي ريحتها تحفه دي انتي اهو. يعني انا قلت بلاش نعمل رز بالخلطه التقليدي لان احنا عملناه مع بعض كتير قوي لكن الرز ده اسمه رز الاعياد بيتعمل في اي مناسبه في اي فرح بيبقى مختلف جدا وطعمه حلو قوي. طيب
عايزه بقى ابتدي اطعم عندي الموضوع شويه هنا. هعمل ايه؟ كام فص ثوم، ورقتين ثلاثة لورا مثلا، وشوية روزماري اهو. ياخد كده بالمعلقة. بصوا بقى الخطوة الجاية دي، الزيت عندي او الزيت مع الزبدة الميكس الاتنين ابتدوا ياخدوا من طعم التوم. بعمل كده، بروح واخدة من الكلام ده اهو، شايفين عندي اللون خطير ازاي اهو، كل الكلام ده بقى على الزبدة بقى مع التتبيلة الخطيرة بتاعتنا، كل ده عندي عامل شغل ملوش حل. والموضوع مش مكلف قوي، يعني الفكره في ايه؟ ان انا ما علتش التكلفه قوي، فبقى الموضوع فيه ازمه بالنسبه لي. اهو شايفين ريحه الثوم خرجت عندي، ريحه الروزماري، كل الكلام الدلع ده عامل شغل هايل. طيب هسيبه عندي يكمل تحمير، وعايزه اعمل الصوص دي بس تقليبه كده للرز زي ما انتم شايفين. بصوا اللون بقى عندي بقى حلو ازاي؟ اللون حلو قوي قوي. هزود بقى ايه؟ الميه المغليه. حطيت كوبايه رز، بعد ما نقعته هبتدي احط معلقه كوبايه ميه مغليه. اعمل كده طول ما انت واقفه، خدي من الزبده اللي اتنكهت عندي بالثوم والاعشاب واعملي كده، شوحي كل الكلام ده عشان يديكي نتيجه روعه، الريحه روعه الروعه فعلا. هجيب بقى ايه؟ الميه المغليه عندي، اتفقنا كوبايه الرز بعد النقع هتاخد كوبايه ميه. كاني بسوي رز مصري عادي جدا. بسم الله. بص لون المرقه عندي او لون الميه بقى عامل ازاي، كاني كرملت سكر بالظبط. بس كده يا دوبك الميه تغطي الرز بحاجه بسيطه، يعني مثلا ايه؟ هنقول قراطين، ما بقاش شايفه الرز. بس كده. وسوي بقى طريقه التسويه العاديه اللي انت متعوده عليها، اللي هو تسويه الرز العادي. يغلي، اهدي النار بالعكس وابتدي ان انا اسيبه يستوي. طيب فاضل ايه عندي كده؟ تعالوا نعمل الصوص بتاعنا، نشيل بس الحاجات دي كده ونبتدي نشوف هنعمل ايه. يلا بينا نروق كمان مكاننا هنا، وعايزه ادي العرق قلبه كده اشوف ايه الاخبار عندي، شوف ايه الدنيا. اه لا انتوا لازم تشوفوا اللحظه الحاسمه دي، ايه الجمال ده؟ هو شفتوا شمين الريحه؟ شمين، انا شم الريحه. الريحه خطيره. طبق، عايزين طبق حقيقي. اهو الريحه تجنن تجنن. طيب تعالوا بقى نعمل الصوص سريعا، شوف الموضوع ما خدش وقت ازاي، بسيط بسيط كده وسهل، مفيش اي حاجه صعبه. طيب مقادير الصوص زي ما انا قلت هعملها بالصويا. لو انت اتبقى منك صوص من العرق، تمام، انا لسه طبعا هنقله في الكيس الحراري. ابتدي ان انت اخلطي لبن مع الصوص بدل الصويا صوص عشان يبقى الموضوع عندك واخد كمان من طعم بعض، فيعني خدوا بالكم من النقطه دي. انا هكتفي بهذا القدر، هنقله دلوقتي في الكيس الحراري. وتعالوا نعمل بقى ايه؟ شويه صوص يجن اهو. تعالوا نشوف ايه الاخبار. شويه من الزيت، حطيت شويه زبده وزيت بسيط قوي، تمام. تعالوا كده نشيل دول، يعني ده عندي هنقله دلوقتي في الكيس الحراري. طب ما عنديش كيس حراري وعايزه اعمل الوصفه، هعمل ايه؟ جيب بس كده ايه، عايزين مضرب ماء حلو ده نونو خالص صغنن. ما عنديش كيس حراري وعايزه اسويه، هعمل ايه؟ مش هعمل وصفه، لا هعملها، مش هنغلب. هجيب ورقه زبده، ابتدي ان انا اعمل ورقتين زبده تحتيهم ورقتين من الورق الفويل او الالومنيوم، وابتدي ان انا اكمره كويس جدا، ولا احط ميه ولا احط اي سوائل، احطه زي ما هو كده مقفول. نفس فكره ورقه اللحمه لو تفتكروا، عمل ورقه الفراخ، ورقه السمك، عملنا مع بعض وصفات كتير جدا بالطريقه ان انا اكمر كل البخار اللي خارج ويرجع تاني يرد للحمه او الفراخ اللي عندي، فبيدي نتيجه خطيره. طيب شايفين الرز اهو ابتدى يخرم والريحه خطيره. هبتدي بقى اعمل ايه؟ اهدي النار خالص، هسيبه بقى يستوي براحته. الزبده عندي دابت، هنزل بمعلقه الدقيق اهو، شايفين كاني بعمل بشاميل بالظبط بس اخف شويه، يعني الصوص عندي مش عايزاه يبقى تقيل، عايزاه يبقى خفيف عشان يديه نتيجه حلوه، لان ده مش هصبه على صينيه، مش بعمل بشاميل بشاميل بتاع الصواني، فبالتالي لازم السمك يبقى خفيف. طب حسيته تقيل معايا هزود شويه لبن، حسيته خفيف قوي هقلب معلقه صغيره من الدقيق في شويه لبن او ميه واضيفها، تمام. ما تحطيش ابدا ابدا لو الصوص يعني تقيل معاكي
او خفيف تحطي دقيق وهو سخن كده، هيبوظ ومش يبقى حلو. يلا بينا. بصوا اهو اديني قلبت، زود بس سني دقيق بسيطه قوي، اقدر هنا ازود دقيق براحتي اهو. يبقى انا بعمل ايه دلوقتي؟ الصوص اللي هزين بيه العرق بتاعي وهيديني نتيجه حلوه قوي قوي. يلا بينا. بصوا عندي اتحمر اهو، ابتدى لونه يبقى زي اوف وايت كده شويه، هروح نازله بايه؟ باللبن. اقدر اعمله بالكريمه بس، اقدر اعمله بلبن بس، دي بتاعتكم انتوا، بس انا عامله ميكس بين الاثنين عشان اخلي فيه غناوه للصوص يبقى طعمه كده دسم. شويه من الكريمه اهو، وكل الكلام ده نقلبه. انا بقى عندي شويه من الكريمه، حسيت ان الموضوع تقيل هزود بشويه كريمه، حسيت انه خفيف هزود شويه دقيق متقلب في لبن. وادي الصويا، الدرجه اللي انتوا عايزينها بقى، انا بزود الصويا على حسب الدرجه اللي انا عايزاها للصوص، عايزه غامق قوي، عايزه كريمي، عايزه على بيج، براحتك. انا عن نفسي بحبه غامق شويه، يعني انا بالنسبه لي الدرجه دي حلوه جدا جدا. الصوص ده هراعي. حاضر. وماله نعمله والله يا استاذ تباعي، ما يغلاش عليك. بصوا عندي، نجيب برده دلوقتي حاجه كده ارفع بيها الصوص وينزل على وش الصدر الرومي بتاعي، يديني طعم وريحه حلوين جدا. ادي اهو بصوا عندي ابتدى يتقل ازاي، يعني شايفين تقل ازاي اهو. عايزه التقليه عن كده ممكن، يعني عايزه ممكن اخففه سنه بس مستنيه يغلي. كل ما بيغلي او كل ما بيسخن بيبتدي ان هو يتقل، فما تقوليش يعني. بصوا شايفين معايا تقل ازاي اهو، هبتدي اعمل ايه؟ هزود شويه من الكريم. ادي اهو كذا، وشويه ميه كمان افضل لان مش عايزه اللون يفتحها قوي. ناخد كده بقى الكلام الحلو ده كله، شويه ميه كده بسيطه تظبط عندي السمك. مجرد ما بيغلي خلاص يبقى انا كده الموضوع بتاعي انتهى والصوص جاهز وتمام التمام. تعالوا بقى نعمل ايه؟ ده الكيس الحراري موجود عند اي سوبر ماركت او هايبر ماركت او محلات مستلزمات البلاستيك اللي يكون عندهم الاطباق الفل والكلام ده، موجود وسعره مش غالي، فبالتالي تقدري تجيبيه بكل سهوله. انا الصوص عندي كده ربط شايفين، بس كان ممكن ازود سن الكريمه. ادي اهو، لو كان عندي صويا برده تاني ممكن كنت زودت، يعني الموضوع اختياري. ادي اهو، يلا بينا. ادي كده زي الفل. خلاص انا هرفعها من عندي على النار، لان كل ما هفضل حطها على النار كل ما هيبتدي يتقل معايا. تعالوا بقى احط العرق بتاعي في الكيس، ولا بحط دقيق ولا بحط زيت ولا بحط اي حاجه، بشيله هلا بلا كده في الكيس الحراري وبيطلع عندي مستوي ومتمشمش كده وتمام التمام اهو. ناخد كده، سمي بالله. بصوا التحميره بتاعته خطيره ازاي، الريحه لوحدها روعه اهي، يجنن. مش لازم اروح ادفع 800 جنيه و900 جنيه في رومي كامل، ولو مثلا اسره حتى من اربع افراد برضو هيبقى كتير عليهم. شويه التوم بقى اللي اتحمر، بصوا التوم عندي بالحاجات الدلع دي، باخدهم عندي كده. انا هعمل كمان حركه دلوقتي هتدي طعم خطير اهو. شيل كده دي التسويه، ودي نص مش نص الوصفه يعني. بدخله فرن سخن على 180-200 على الشبكه، بس نزلي الشبكه تحت خالص، بالظبط ساعه ونص بيكون مستوي. هتاكدي منين؟ هجيب اتخن حته هنا، يعني مثلا عندي اعلى حته مثلا هنا في الحته دي، هروح منزله السكينه، طلع عندي سائل لونه روز يبقى لسه ما استويش، هسيبه شويه كمان، طلع عندي سائل شفاف خالص يبقى هو استوى. المرحله اللي بعديه خلاص استوى معايا وزي الفل، ما بحتاجش ان انا اشغل شوايه لان هو بالفعل اخد اللون الذهبي الجميل بتاعه زي ما انتم شايفين. طيب استوى عندي وقفلت عليه والدنيا تمام التمام واكلتي ماشيه زي الفل، هروح بقى اقطعه. لو قطعتيه وهو سخن هيتفك منك وهتبقى يعني ايه ضاعت هيبته. حاضر يا استاذ تباع. بصوا انا بربطه ازاي، انا ما بستخدمش الكليبسه اللي جايه معايا، بربطه كده زي ما كاني بربط كيس بلاستيك وما بعملش فيه فتحات. ما تقلقوش ابدا من النقطه دي، في ناس بتقلق تقول لي يا توته اعمل فيه فتحات لحسن يفرقع، والله بقى لي اكتر من ثلاث عمري ما جيت جنبه بخله قد كده. فبالتالي دخليه الفرن سخن على 180، نزلي الشبكه لتحت ساعه ونص بالظبط هيكون مستوي. هدخله الفرن ونصب الصوص بقى على وشه، يبقى كده اكلتنا النهارده يعني ما خدتش وقت خالص. دخل الفرن ونيجي على طول نشوف اللي بعده. يلا بينا. طيب فاضل ايه تاني؟ بصوا انا هعمل حركه حلوه قوي قوي.
صوص عندي، هاخد بقى شويه من الزبده دي مكان ايه تحمير ال الطعم بقى خطير. شويه الزبده اللي اتحمر فيهم التركي ما يتسابوش ما يتركنوش ابدا. نجيب بقى كده كبشه صغنونه وننزل بشويه من الصوص. يلا بينا، يعني حلقه سهله جدا وبسيطه، ما فيهاش حاجه صعبه ولا فيها حاجه يعني. حاضر حاضر يا استاذ سباعي، ناخد بس الحله كده هيلا بلا هناك. حاضر اهو، تعالوا بقى ننزل ايه بدل الاول، ناخد مثلا شويه من الصوص ونبتدي ننزل كده اهو، حته كمان زي ما قلت لكم اللون هتتحكمي فيه عن طريق ايه؟ عن طريق الصويا. عايزه تزودي الصويا زودي مفيش مشكله. ناخد خط كمان هنا، الله مش هحط على التاني بقى خلاص، فلنكتفي بهذا القدر. شايفين شكله يعني يشرف وحاجه كده تفتح النفس وسهله وبسيطه. حط بقيه الصوص كده في البوله الصغنونه وبس خلاص. حاجه يعني عزومه مش هتكلفك ولا هتاخد منك وقت ولا مجهود، بس النتيجه في الاخر تحفه. احط كمان الطبق ده، طبعا لو حد عايز بقى يزود مع شويه الرز بتاعه يقدر يزود عادي بدون اي مشكله وبدون اي مجهود اهو. زي ما انتم شايفين حلقه سهله جدا وبسيطه، الاكل حلو قوي قوي ومش مكلف. يعني العرق ممكن تلاقيه مثلا في حاجات من اول 180، فبالتالي هياكل يعني مش فرد او فردين، لا ده يكفي اربع خمس افراد وتبقى نتيجته حلوه جدا. زي ما انتم شايفين شكله مفرح كده وهيبقى حلو جدا على سفره في اي عزومه.